بسم الله الرحمن الرحيم احمدك ربي واستعينك واستهديك واتوب اليك واستغفرك واسالك من فضلك ان تتقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر اعمالنا وان تعلمنا يا ربنا كيف نصوم لك على الوجه الذي يرضيك اللهم ادبنا وهذبنا وخلقنا بآداب الصائمين وألزمنا يا ربنا بما ينبغي أن نقوم به من أعمال البر والأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك وتقبل صيامنا وقيامنا أنت ولي ذلك وأنت القادر عليه وبعد أيها السادة الكرام من المشاهدين الكرام ومن المشاهدات الكريمات عنوان هذه الحلقة اليوم العاشر من رمضان اذا سمعتم هذه العباره لا شك انكم تتذكرون يوما عظيما جرى في الشرق الاوسط على ارض مصر الطاهره هو يوم المعركه الفاصله التي منّ الله علينا على مصر بل أقول على المسلمين أجمعين منّ علينا بنصر عظيم عظيم لأنه كان منحة عظيمة من فضل الله تبارك وتعالى نعم فله الحمد وله الشكر حتى يرضى كان يوما عظيما لأن أبناء مصر البواسل كانوا على مستوى المعركة دخلوا معركة وهم صائمون في يوم العاشر من رمضان وهم يرددون يسبحون الله وبحمده ويكبرون الله تبارك وتعالى ويعبرون مانعا مائيا صعبا وحطموا خط برليف الاسطورة التي تحدث عنها العدو فقال خط برليف هذا خط لا يقهر كما رددوا كذلك بان جيشهم لا يقهر فقهره الله واذلهم الله واخزاهم وبدد شملهم وجمعهم وفرقهم في سيناء ولم يستطيعوا ان يقفوا امام الاسود البواسل من ابناء المسلمين الذين توكلوا على الله عز وجل والتزموا بالتعليمات ونفذت بدقه وكان الحافز في قلوبهم عظيما وكان قادتهم كذلك على ذات المستوى وزياده واتفق الجميع فكانوا على قلب رجل واحد ودخلوا راغبين في النصر او الشهاده فتحقق لهم النصر الذي لم يحدث مثيل له في هذه المنطقه نعم معركه كما قلت درست بعد ذلك في المؤسسات العسكريه العالميه كيف لجيش مصر ان يعبر هذا المانع المائي المحصن بهذه القوه وبهذه الرجوله وكيف لجيش اسرائيل ان يجري امامهم هربا وذلا وانكسارا والله لا يمكن أن يمر أبدا هذا اليوم من كل عام إلا وأتحدث فيه إلى أبنائي وبناتي وأقول بهذه المناسبة عليكم أن تدرسوا لأبنائكم وبناتكم أحداث هذه المعركة العظيمة وأحداث العاشر من رمضان عام ألف وثلاثمائة وثلاثة وتسعين الموافق للسادس من اكتوبر عام الف وتسعمائة وثلاثة وسبعين ايام مجد لا تنسى كانت منحة من رب العالمين لماذا؟ لانه بعد انتكاسة يونيو خمسة يونيو سبعة بعد هذه النكسة عاد المسلمون الى ربهم واعترفوا امام الله بانكسارهم وذلهم وضعفهم وسالوا الله ليل نهار ان يمن على امه الاسلام بالنصر على اليهود وامتلات المساجد وكان الدعاء تتصدع له جدران المساجد نعم عدنا الى الله فاكرمنا الله تبارك وتعالى سالنا ربنا النصر المبين فنصرنا ربنا اظهرنا امام ربنا ضعفنا وانكسارنا فجبر بخاطرنا اي أيوة والله معركه العاشر من رمضان كانت جبر خاطر للمسلمين فبهذه المناسبة أنصح لإخواني الأعزاء ولزملائي في الجامعة ولإخواني كذلك من المدرسين والمدرسات إذا جاء هذا اليوم من كل عام ينبغي أن تدرسوه لأبنائكم وبناتكم وأن تعظموا من شأن النعمة التي امتن الله بها علينا وعليكم نعم علموهم وعرفوهم باننا امه انتصارات والله العظيم امه انتصارات وذكروهم ببدر واحد والاحزاب وذكروهم بيوم حنين وعلموهم علموهم ان يقتدوا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبصحابته الاكرمين عليهم رضوان الله وان يستمدوا عزهم وكرامتهم من دينهم ومن ربهم تبارك وتعالى شكر الله لكم القاكم على خير غدا ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته